دكتور خالد، حديثنا مستمر في فقه الصلاة وعن شروط صحة الصلاة، وحديثكم اليوم عن شرط النية. نعم، النية هو شرطنا. نعم. في هذه الليلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا أمر الناس بأمر عام، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، أي الدين القويم. والنية هي روح العبادة، لا تصح عبادة ولا يمكن أن يصح عمل بلا نية. والنية لما يتكلم عنها العلماء ويأتي ذكرها في النصوص لها جانبان، جانب يتصل ب نية المعبود له وهو الله جل وعلا، بأن يقصد بعمله الله جل وعلا. هذا القسم من النية لا يتناوله الفقهاء بالبحث، إنما يبحثه علماء العقائد، وهناك اتصال بين الأمرين، لكن من باب تصنيف العلوم وتقسيم وتقسيمها وتقريبها للمتعلمين يصنف العلماء النية إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له هي الأصل في صحة العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون معه غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو، أي فلا تعبد مع الله أحدا، واعبدوا الله وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد. كل هذه الآيات وهذه النصوص تجتمع في معنى واحد، وهو إفراد القصد بأن لا يقصد بعمله إلا الله. فمن صرف العبادة لغير الله لم يفلح. ويشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري. نعم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يدل على أنه لا بد من إصلاح العمل بقصد الله به جل وعلا. هذا لا نبحثه فيما يتصل بنية العمل، إنما هو في بنية المعمول له، ولا بد من تحريره. يعني لما تقف تستحضر أنك أنت تصلي لله، تتعبد الله تعالى، تمتثل أمره جل في علا. القسم الثاني نية العمل، وهذه هي التي يندرج تحتها ما يتصل بنية العمل من حيث هو واجب ومن حيث هو مستحب ومن حيث أيضا نوع الواجب، هل هو صلاة الظهر، هل هو صلاة العصر، هل هو صلاة المغرب، كل هذا مما يندرج تحت نية العمل. فنية العمل يقصد بها غرضان: تمييز الواجب عن المسنون، الفرض عن النفل. نعم. هذا واحد. اثنين، تمييز العبادات نفسها إذا كانت واجبة أو كانت مسنونة. فالسنة مثلا هناك راتبة الظهر، هناك راتبة العصر، هناك راتبة المغرب، راتبة العشاء، هناك الصلاة بين الركعتين بين الأذانين، هناك أشياء كثيرة. الذي يميز بين هذه العبادات هو النية. فالنية لها عملان: تمييز الفرض عن النفل، وتمييز نوع الواجب، نوع العبادة، نوع الواجب أو نوع النفل. هذا كله يندرج في حديث عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لكل عمل من نية، لا بد لكل عمل من نية. وقد قيل: إذا أردت أن تكلف الإنسان بما لا يستطيع فاطلب منه عملا بلا نية. لا بد للعمل من نية، ولكن هذه النية هي التي يتميز بها نوع العمل. فلهذا الصلاة من شروط صحتها النية، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لا بد من نية، ينوي الفجر، ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، ينوي العشاء، هذه لا بد منها حتى تستقيم العبادة. من المسائل ولهذا لا حاجة إلى أن نفصل في هذا، لأنه أصل متفق عليه بين العلماء أنه لا بد للصلاة من نية. فإذا وقف الإنسان يصلي لا بد أن يكون ناويا هذه العبادة. لكن هنا مسألة يبحثها الفقهاء، وهي: هل يشترط في نية الصلاة أن تكون مقارنة للتكبير، أم يجوز تقدمها بيسير، أم يجوز تقدمها ولو بوقت طويل؟
للعلماء في هذا ثلاثة أقوال، بمعنى أنه الآن أذن المغرب على سبيل المثال وأردنا أن نصلي المغرب، فتوضأت وخرجت إلى المسجد وجئت واستسنن ثم أقيمت الصلاة ووقفت، أنا في قلبي إن ما جئت إلا لأجل أصلي المغرب، وقد نويت هذا بالابتداء لما خرجت من بيتي، هل لابد من أن أستحضر النية عند قول الله أكبر؟ من العلماء من يقول هذا وهو مذهب الإمام الشافعي وقول الظاهري إنه لابد أن تكون النية مقارنة أو قريبة من العمل قربا لا يفصل بينها وبين العمل شيء، هكذا قال العلماء من الشافعية والظاهرية، وذهب الحنابلة والحنفية إلى جواز أن يكون هناك فاصل يسير بين النية وبين العمل، واختلفوا في قدر اليسير ومرجعه إلى العرف. مذهب القول هذا القول الثاني. القول الثالث وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز ولو كان بوقت طويل ما لم يصرف هذه النية إلى غيره. فمثلا لما خرجت أنا من المسجد من بيتي للصلاة أنا أنوي صلاة المغرب أو أنوي صلاة العشاء أو أنوي صلاة، ما أحتاج لما أجي أقف بين يدي الله تعالى للصلاة بعد الإقامة أن أنوي أنها المغرب أو أنوي أنها الظهر أو العصر أو أي صلاة مفروضة من الصلوات، بل أكتفي بالنية السابقة ما لم أغير النية، ما لم يكن هناك اشتغال بأمر آخر يلغي تلك النية السابقة. فبهذا نعلم أنه لابد من نية في كل الأحوال، لكن الخلاف في محل النية. هذه الأقوال الثلاثة يجوز بفاصل طويل، يجوز بفاصل قصير، يجوز لا يجوز إلا أن تكون النية موالية، يعني أن تكون العمل واليا للنية مباشرا. وأقرب هذه الأقوال هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه يجوز ولو بفاصل طويل ما لم يصرف النية. الإمام أحمد يقول من دخول الوقت، يعني أن يكون ناويا في بعد دخول الوقت، بمعنى أنه لو نوى قبل دخول الوقت فإن هذه النية غير معتبرة. والإمام مالك فيما يظهر أنه أوسع من هذا. على كل حال المسألة هنا يعني عرفنا ما هو الراجح أنه لا يلزم أن يوالي بين النية وبين العمل. عندنا إشكالية أنه بعض الناس يجعل النية شيئا ما هي النية التي تتحدثون عنها، هل هي شيء ينطق به الإنسان فيقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب أو أصلي العشاء أو أصلي كذا، أم أن النية شيء في القلب؟ بالاتفاق لا خلاف بين العلماء أن النية عمل قلبي، ولا يلزم في هذا أن يظهره الإنسان أو أن يتكلم به لصحة العمل، بل العمل صحيح ولو لم يتكلم به. هل الحديث بالنية هذا مما جاءت به الشريعة؟ كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان إذا أراد أن يصلي جهر بنيته. هذا الجهر بالنية استحبه بعض فقهاء المذاهب من المتأخرين، وهو نوع من الاستحباب الذي لا داعي له، وهو نوع من الإشقاق في الحقيقة والإحداث الذي ينبغي تركه وهجره، ويكتفي الإنسان بما قام في قلبه وما كان عليه سلف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من النية القلبية التي لا ينطق بها ولا يجهر. ولهذا يعني لو أردنا الجهر فبعضهم أيضا في الجهر تجده على بعض المصلين، تجد يقول نويت صلاة الظهر، بعضهم يقول فرضا، بعضهم يقول جماعة، بعضهم يقول أربع ركعات. صحيح. في إحدى المرات حدثت أن شخصا صلى بجوار من يجهر بالنية ويخبر، فقال يا أخي لما قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات قال وأراد أن يكمل، قال انتظر باقي إيش؟ باقي تكمل تقول مثلا الظهر في الحرم، في يوم الأربعاء، يعني بقية التفصيلات لماذا لماذا تقتصر على هذا لأن الظهر تكون في الأربعاء والخميس، فلا بد أن تحدد اليوم. وهنا ينفتح باب من الوسواس والإشكال كبير، ولا حاجة للإنسان ولا حاجة بالإنسان إلى مثل هذا، بل يكفيه أن يتوجه بعزم القلب ونيته وقصده، وهذه هي النية، العزم، الإرادة، القصد، الهم بالشيء، همة فاعلة، هذا هو معنى النية، ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من ذلك، لا إلى نطق ولا إلى قول، ومن قال بذلك فإنما قاله اجتهادا وهو اجتهاد في غير محله لعدم وجود الدليل الذي تستند إليه هذه الأقوال. أحسن الله إليكم الشيخ على هذا التفصيل وهذا التوضيح.